الخير على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. حالة الجو من الفقرات المهمة جدا في برنامج صباحنا مصري اللي الحقيقة احنا شخصيا بننتظرها عشان نعرف ايه توقعات الجوية. صحيح. مش بس النهاردة لكن كمان الايام اللي جاية وكمان الرطوبة. وكمان عايزين نعرف فعلا الرطوبة ليه مرتفعة، وخاصة امبارح كان الناس لما تمشي في الشارع تلاقي فيه فعلا رطوبة عالية جدا جدا. ليه الرطوبة مستمرة لغاية دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه من خلال اتصالنا الهاتفي مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية والاستشارة. صباح الخير دكتور محمود. طبعا احنا بنتكلم عن درجات الحراره ولسه واضح ان الجو يعني مرتفع الحراره والرطوبه ايضا درجه ارتفاعها عالي، فايه السبب؟ طبعا صباح الخير عليك الاول. طبعا في البدايه وكل الساده المشاهدين، احنا شفنا بالفعل امبارح اللي كنا نوهنا عنه في الهيئه العامه للارصاد الجويه في النشرات اليوميه، وقلنا ان ارتفاع نسب الرطوبه هيخلي الجو او هيخلينا نشعر بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره، وده اللي شفناه امبارح مقارنة بالايام اللي قبل كده. رغم ان درجة الحرارة وصلت الى 36 درجة مئوية بالامس على القاهرة، الا ان ارتفاع نسب الرطوبة اللي تجاوز ال 80% ادانا احساس ان الحرارة على مدار اليوم كله مرتفعة. هل ده كان يوم استثنائي مثلا يا دكتور محمود على الايام اللي فاتت ولا ايه؟ نعم يا فندم. هل ده كان يوم استثنائي ارتفاع درجة الرطوبة فيه ولا يعني على زي باقي الايام؟ لا طبعا، هو الرطوبة مستمرة معانا ومرتفعة معانا، ولكن كان بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدلات، وإن كانت ارتفاعات طفيفة عن المعدلات ولكنها طبعا أثرت في إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة. احنا مستمرة معانا نسب الرطوبة دي خلال الفترة القادمة. دكتور محمود كمان عايزين نعرف بعد إذنك كمان حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد، اهالينا كمان في الصعيد لازم نطمن ونطمنهم على درجات الحراره والرطوبه ايضا. ما زال طبعا نسب الرطوبه مرتفعه في سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره، مناطق من محافظات شمال الصعيد، يعني شمال نقول المدن اللي في شمال الصعيد زي الفيوم، بني سويف، هذه الاماكن اللي في بدايات شمال الصعيد مرتفعه طبعا فيها نسب الرطوبه. اما مناطق الداخليه المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، هذه الاماكن اقل شويه اللي فيها نسب الرطوبه طبعا. لكن هنا احنا في نهايه الشهر يا دكتور محمود، واحنا قلنا طبعا ارتفاع الحراره والرطوبه هيستمر لغايه نهايه الشهر، هل يعني بدايه شهر سبتمبر هتلاقي فيه انخفاض ولا برضه في استمرار في الرطوبه والحراره؟ هو طبعا المعدلات المناخيه بتقول ان نهايات شهر سبتمبر مع بدايات فصل الخريف تبدا الاجواء تتحسن الى حد كبير، وتبدا زي ما بنقول دايما تتكون منخفضات في طبقات الجو العليا. يعني لسه معانا شهر ثاني كمان كميات الرطوبه. طبعا يعني الخريف بتاعنا في مصر بيبدا 23/9، فخلال الثلاث اسابيع القادمين ما زال استمرار ارتفاع نسب الرطوبه موجوده، ممكن في بعض الايام يتخللوا تحسن في الاحوال الجويه، وده طبعا هنشوفه وفقا للتغيرات في توزيعات الضغط خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. دكتور اسمح لي، يعني بما انه الرطوبه هتكون مرتفعه وهتستمر شويه، ماذا عن الشبوره وامكانيه السفر على الطرق السريعه وايضا حاله البحار والامواج؟ ارتفاع الرطوبه طبعا بيخلي الشبوره موجوده وفرصه تكون الشبوره موجوده سواء على الطرق الزراعيه او على الطرق القريبه من المسطحات المائيه، سواحلنا الشماليه، شمال ووسط سيناء، هذه الاماكن معرضه لتكون الشبوره المائيه بعد الفجر وبتستمر معانا لغايه الساعه 7 صباحا بنقولها دايما، بعد كده بتبدا تتحسن الرؤيه بسبب سطوع اشعه الشمس. صحيح. ايضا هناك هدوء في سرعات الرياح على اغلب الانحاء، ده الحمد لله ليه مردود ايجابي في الملاحه البحريه سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر، مهيئان باذن الله لكافه عمليات الصيد والملاحه. طب هنا يا دكتور محمود، يعني مع وجود الرطوبه طبعا زي ما قلنا واستمرارها لغايه شهر سبتمبر او نهايته، يعني هل في نصائح يعني حضرتك تحب توجهها للمواطنين، وخاصه يعني الناس اللي بتعمل يعني اعمال شاقه علشان مثلا تلبس لبس معين، تعمل حاجه معينه عشان ما تحسش بارتفاع الرطوبه ودرجه الحراره؟ احنا طبعا دايما بنقول بقدر الامكان اللي بيعمل اعمال شاقه ومعرضه لاشعه الشمس بقدر الامكان ان يرتدي غطاء واقي للراس للحمايه من اشعه الشمس المباشره، خصوصا وقت ذروه تسجيل اعلى درجه حراره على مدار اليوم اللي هي عاده بتبقى بعد الظهر، وبتستمر فتره تسجيل درجات الحراره العاليه لغايه الساعه 3 او 4 العصر كمان. بالاضافه الى كده في الاماكن المغلقه والاماكن سيئه التهويه لازم طبعا يكون في مصدر لتجديد الهواء، لان ارتفاع نسب الرطوبه في الاماكن المغلقه شيء خطير جدا،
خصوصا على كبار السن واصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه. السبوره المائيه زي ما بنقول هنخلينا ننصح بالقياده بهدوء على الطرق اثناء فتره تكون السبوره. ابتداء المي طبعا شرب الميه، تناول الميه باستمرار على مدار اليوم شيء مهم جدا مع ارتفاعات درجات الحراره. شكرا جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه لكل هذه التوضيحات. مشاهدينا خلينا نطلع مع بعض نشوف كمان بيان بدرجات الحراره.